واخيرا واخيرا هرمنا وعاث بنا الملل فسادا يا رجل. ويلكم باك يا عم اودا. ويلكم باحلى ويلكم احلى من يعود. فصل عوده ممتاز جدا وفيه احداث للامانه الصادمه مره كثيره، وكمان فيه فرصه دسمه وممتازه جدا للناس اللي يحبوا يحللوا ويربطوا الاحداث ببعضها. الفصل 1087 وصل يا جماعه، كان بعنوان مثير جدا للاهتمام ويدعو للتفكير في نفس الوقت، ويشرح لنا أشياء كثيرة عن شخصيتين كانت نقدر نقول عنها بطلين لفصل هذا اليوم. الفصل يا جماعة كان بعنوان السفن الحربية التي استخدمت كأكياس ملاكمة. ولك أن تتخيل قد إيش أودا وضع وصف عجيب جدا للطريقة اللي كان يتدرب فيها جارب أيام شبابه، ومش لفترة شبابه بس، لا، جارب يا جماعة من يوم كان صغير وهو يتدرب ويستخدم السفن كأكياس ملاكمة وإلى يومنا هذا أو إلى سنه الحالي بهيئة الحالية بكبر سنه. روتين وأسلوب حياة يومي لجارب، ينزل يروح يلكم سفن، الناس تصحى تصبح على قهوة ولا كاسة شاي، جارب يطلع يروح يهرول وبعدين يروح يلكم لك في سفن بحرية أو سفن حربية. الناس تصحى تكتب تغريدة في تويتر صباحكم جميل كجمال قهوتي، جارب ينزل يلكم في سفن حربية. رجل والله رجل في صفوف البحرية والرجال قليل. عموما يا جماعة قبل ما نبدأ المراجعة ونهبد ونسولف ونسوي تحرياتنا، هبولنا واحد لايك للفيديو لو أعجبكم، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، كل حاجة عني راح تلاقوها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا عزيز القرصان افتح اشرعتك واطلع على ظهر سفينتك، وهيا بنا نحلق ونسبح في، ما راح نحلق راح نسبح، ممكن راح نسبح في الفصل 1087. في غلاف الفصل واللي ما راح نستفيد منه شيء لانه تم رسمه بناء على طلب بلا بلا بلا، نشوف ايس وهو قاعد يسخن حمام ماء لخنزير الماء، لا وكمان قاعد يولع له السيجارة. حبيب حبيب ايس، حتى بعد ما مات انسان طيب لطيف. عموما ما علينا من الغلاف، شعيب عنده هناك تحريات، فجأة كذا عند شعيب فجأة خنزير البحر هذا يصير شخصية مثيرة للاهتمام ويروح يربطه بالماضي والمستقبل ويطلع لك منه تحريات. طيب يا جماعة، بعد الكم الهائل والمرعب من الفصول الماضية واللي تقريبا فصفصت لنا أشياء كثيرة عن إيش اللي حصل داخل الريفري، ابتداء من دخول الجيش الثوري وإلى تحرير العبيد وإلى اجتماع الملك كوبرا مع الجيروسي، ومنها إلى دخول إيمو سما، وعرفنا بقصة أو جزء بسيط عن شخصية ليلي، ومنها إلى موت الملك كوبرا وهروب سابو بعد معرفته بأحد أهم الأسرار الموجودة في ماريجوا. حرفيا الفصول الماضية كانت يا لطيف فصول قوية، كل فصل يقول الزين عندي. واليوم وبعد العودة وبعد 6 فصول تقريبا من أول دخول لجارب بالجالاكسي إمباكت على جزيرة القراصنة، رجعنا من جديد إلى جزيرة القراصنة، ونستكمل في هذا الفصل قتال المعلم وتلميذه أو جارب وأوكيجي. ما بشوف ليه الاثنين ذول يتضاربوا ليه؟ أوكي زمان عادي يتضاربوا، بس الحين بعد ما عرفت قصتهم والماضي الحلو اللي بينهم المهم نكمل. أول حاجة يا جماعة لازم نفهم شيء جميل جدا، أودا جالس يوضح لنا مدى قوة جارب، أو بالتحديد مدى قوة ضربة جارب. يده مرة قوية، يدينه مرة قوية. إحنا تقريبا من بعد قصة الجود فالي ومن بعد الجالاكسي إمباكت اللي صارت في الفصل 1080 عارفين أو عرفنا قديش جارب قوي، ولكن أودا في فصل اليوم حب يضيف لنا كده شوية تبريرات، حاب يحط على الكيكة شوية كرز كده صغير من فوق ولا شمعة. أودا يا جماعة كأنه قاعد يقول لنا تخيلوا جارب ما كان عنده فاكهة شيطان، ولكن عنده قدرة عالية جدا باستخدام الهاك الملكي وهاك التصلب وهاك التنبؤ، وكلنا نعرف انه اللي يقدر يتمكن من استخدام الهاكي يقدر يوصل رافتيل مثل ما وصل حبيبنا روجر. اكثر شيء يتميز فيه جارب او هذه المعلومه اللي نعرفها الحين او الان، جارب عنده هاكي تصلب مرعب جدا. ولك ان تتخيل لما جارب يدمج هاكي التصلب اللي هو مبدع فيه ومتمكن منه مع الهاكي الملكي والتغليف الملكي، ايش بيطلع معانا؟ ايش بيطلع لك من وحش من وحوش البحريه اسمه جارب؟
أودا لما طرح لنا فكرة إنه جارب يتدرب أو يعامل السفن الحربية كأكياس ملاكمة، يخلينا كذا نرسم تصور بديهي جدا في عقولنا. على سبيل المثال كذا يعني إذا في تصور ممكن يتبني داخل دماغنا، جارب هو صغير قال أوكي أنا عندي هاكي تصلب أبغى أتمكن منه وأبغى أصير مرة مبدع فيه، أبغى أصقله بشكل مرة ما حد يقدر يسويه. الولد لسه صغير راح وجاب له كيس ملاكمة، لكم 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 إلين فتت أبو الكيس، جاب كيس ثاني تفتت، جاب كيس ثالث تفتت، راح أول على الصخور والأحجار لكم لكم فيها لين تفتتت. يا ولد أبغى أصير أقوى، كل شيء يضرب ويتكسر، لا أبغى أصير أقوى، إيش أسوي؟ أبغى هاكي التصلب اللي في يديني يصير هاكي أسطوري. راح مباشرة بعدها وصار يلكم في السفن الحربية، ومش أي سفن، أرجع أقول لكم سفن حربية، مش سفن خشب ولا سفن عادية ولا قوارب، لا سفن حربية. ولك أن تتخيل مدى قوة ومتانة السفن الحربية، ولك أن تتخيل مدى صلابة السفن الحربية. سفن مجهزة إنها تتحمل طلقات وإصابات ومصائب، وقارب جالس يلكم فيها. كل هالتلميحات وكل هذه التصورات اللي خلانا نوصل لها أودا فقط علشان نقدر نتصور قوة هاكي التصلب الموجودة في أيادي قارب وفي جسم قارب بشكل عام. وبعدين وعلشان يصدمنا أودا أكثر أضاف كيس ملاكمة ثاني بجوار كيس الملاكمة الخاص لقارب، أو سفينة حربية ثانية، واللي هو كيس الملاكمة الخاص بأوكيجي أو تلميذ بطل البحرية قارب. قارب متمكن من الهاكي الملكي والتصلب، وكمان أوكيجي متمكن من الهاكي الملكي والتصلب وعنده فاكهة شيطان. فإحنا يا جماعة نتكلم عن اثنين فطاحلة، اثنين تدربوا تدريب خارق للعادة، واليوم وللأسف الشديد نشوف هذول الاثنين المعلم وتلميذه وجها لوجه، وكل واحد منهم قاعد يحاول يؤذي الآخر. طيب يا جماعة قبل هذا كله أقول ما نسولف في أوكيجي وقارب. قارب يا جماعة عاث في جزيرة القراصنة فسادا، كل شيء يوقف في طريق قارب يتلكم إلين يعض الأرض، يلكم هذا يطير برا الجزيرة وفسط الموية، يلكم هذا ويخبزه في الأرض، والثاني ماسكه جالس يحمي نفسه فيه. قارب عاث في جزيرة تيتش الفساد إلين قالوا أمين. وهذا يرجعنا الموضوع مهم جدا يا جماعة، هل قارب عمل هذا الشيء فقط على علشان كوبي ولا علشان ينقذ الناس الغلابة المسجونين في جزيرة القراصنة؟ سؤال مهم جدا، لأنه دخول قارب لجزيرة تيتش مغامرة خطيرة جدا. أنت ما تتكلم عن قراصنة أو عدد معين من القراصنة، أنت تتكلم عن جزيرة قراصنة، سبونر قراصنة. طيح واحد يجي 10، طيح 10 يجوا 50، طيح 50 يجوا 200، عدد تقريبا لا نهائي من القراصنة. جزيرة مليانة قراصنة، مهما تقتل مهما تهزم داخلها راح يستمروا بالقدوم. ولولا إنه قارب عنده وعي ومسؤولية لكان ظل يقاتل في هذه الجزيرة يمكن إلين يموت هو واللي معاه، خلاص خربت. فنرجع لسؤالنا، هل قارب جاء علشان كوبي ولا علشان ينقذ الناس بما فيهم كوبي؟ أنا أعتقد ومثل ما هو واضح في الفصول الماضية، المحرك الرئيسي الأول اللي خلى قارب يتجه إلى جزيرة القراصنة لما عرف إن كوبي مسجون هناك. ولولا أن كوبي ما كان مسجون في هذه الجزيرة كان قارب ما تحرك نهائيا، وممكن كان أرسل 20 ولا 100 فينا لجزيرة القراصنة هذيك ويحرروا الناس اللي فيها، وممكن ما كان سووا حاجة أصلا، كان خلوهم زي ما هم. فقارب تحرك لجزيرة القراصنة علشان كوبي، لأنه مثل ما كلنا عارفين قارب مؤمن إن كوبي هو مستقبل البحرية. قارب عنده رؤية طموحة جدا لكوبي، أنا مش قادر أشوف الرؤية هذه بس قارب شايفها. قارب عارف إنه قد بلغ من الكبر عتية، وفي أي لحظة راح ينتهي دوره في هذه القصة. وتدريبه وتربيته لكوبي ما يبغاها تروح هباء منثورة، كفاية إنه ابنه راح منه، كفاية إنه حفيده راح منه، فقال لك لا كوبي ما راح أسمح لأحد يأخذه مني، هذا هو مستقبل البحرية. غير كذا يا جماعة إحنا إلى الآن ما نعرف وش مخططات قارب، ما نعرف وش ناوي عليه قارب. هو مع البحرية بس أفكاره ما تدعم كل أفكار البحرية، ما تدعم كل توجهات حكومة العالم. هل وجوده في البحرية فعلا مجرد خدمة للبحرية ولا عنده مخططات وأسباب أخرى؟ وهذا الشيء الوارد، لأنه كلنا نعرف أنه قارب يكره أم حكومة العالم، يكره أم التنانين السماوية بالتحديد ويشوفهم مخلوقات وضيعة. قارب يكره الاستبداد، يكره العنصرية اللي مارسونها التنانين السماوية في حق الشعوب والبرمائيين. فلو في شيء احنا متأكدين منه يا جماعة أنه قارب خايف أنه قناعات ومبادئ حكومة العالم تنتشر مثل الفيروس وتصير جزء لا يتجزأ من كل موظفين البحرية. تخيلوا لو أنه ما في إنسان عاقل داخل البحرية يحارب بعض الأفكار المسمومة، وصارت البحرية كلها زي التنانين السماوية ويحملون القيم والمبادئ اللي يتميزون فيها التنانين السماوية، صدقوني راح تصير البحرية شيء مرعب. فأحد أسباب وجود قارب داخل البحرية مع رفضه تولي أي مناصب كبرى هو أنه ينشر
العدالة الأخلاقية داخل البحرية قدر الإمكان، مثل ما وصفها الكثير، تغيير البحرية من داخل البحرية أفضل شيء تسويه، بدل ما تحاربهم وتحاول تغيرهم من برا، لا، وش بينهم؟ غيرهم من جوا وراح يتغيرون ويصيرون أفضل ومن دون سفك دماء ومن دون مشاكل. الأسهل لقارب علشان يمنع ظهور جيل جديد من البحرية يتسم بالعنصرية والكراهية، وإنه يزرع فيهم أشخاص بقيم وأخلاق كويسة. والشخص هذا مين راح يكون يا جماعة؟ بالضبط عليك، كوبي. يا عمي قارب من كثر ما يكره البحرية أو من كثر ما يكره حكومة العالم والتنانين يرفض إنه يأخذ أي منصب كبير علشان لا يتصادم مع الجيروسي ومع التنانين السماوية. حرفيا إذا في رسالة كذا قاعد يحاول يقولها لنا قارب بشكل غير مباشر، أنا موجود في البحرية لأجل تغيير البحرية، وإن ما قدرت أغيرها على الأقل راح أترك شخص بعدي يحاول يغيرها وينظفها. ومن فصل اليوم عرفنا انه قارب كان عنده محاولات كثيرة لوضع خليفة داخل البحرية من بعده. اول حاجة كان عنده دراغون، حاول يخلي ولده دراغون في البحرية ولكن دراغون سحب عليه وراح لوين؟ راح لجيش الثوار. بعدها لوفي، ايس، سحبوا عليه، راحوا قراصنة. بعدها جاء اوكيجي برضو سحب عليه وراح مع القراصنة. والان وجد قارب بدلاء اخرين واللي هم وبي وفيليمبو، مدري هيليمبو، ماني عارف اذا هيليمبو يتصنف بديل بس يلا. ولكن الاكيد واللي قارب يرتئي فيه كل الخير وكل المستقبل هو كوبي اللي سماه بمستقبل البحرية. معليش طولنا في الجزئية هذه بس ترى مرة مهمة فعلا. وهذا الكلام يا جماعة يأخذنا مستقبل البحرية ومن يعرف ايش، يأخذنا الى المارين فورد. رجوعا الى المارين فورد، لو فاكرين لما شفنا كل جنود البحرية واعضائها واقفين متصلبين، اللي ميت، اللي مجروح، اللي مصاب، اللي خايف، اللي واقف، ما حد كان يتحرك نهائيا، كلهم سمعا وطاعة. كل اللي في البحرية في المارين فورد كانوا قاعدين ينفذون الأوامر، مستعدين يموتوا، مستعدين يأكلوا تراب. ما أقصد وقت الحرب حق المارين فورد، لا، في نهاية الحرب إيس مات، اللحية البيضة مات والحرب ما زالت مستمرة. ليه؟ أكاينو طلع جلس يضارب ويقاتل، مين اللي وقف في طريقه؟ قارب حاول يوقف في طريقه، مين اللي وقفه؟ سينجكو، قال له انثبر ولا حرك. حتى قارب قال له امسكني كويس لأني لو انفكيت راح أقتله. مين اللي كمان اتحرك وقتها؟ كوبي. قارب وكوبي هذول الاثنين اللي تحركوا وقتها فقط. كوبي فيما معناه يقول إيش تم إعدامه، اللحية البيضة ومات، حرفيا الحرب سبب الحرب هذه انتهى. ليش يا أكاينو أنت مستمر في القتل والدمار؟ وهذا يا جماعة بالتحديد هو مستقبل البحرية اللي يطمح له قارب. ما يبغى البحرية تكون قوة متسلطة وغير إنسانية، ما يبغى البحرية تكون مجرد أداة للتدمير والقتل، ما يبغى البحرية وجنودها يكونوا مجرد بيادق وعبيد لدى حكومة العالم والتنين السماوية. علشان كذا قارب قال عن إن كوبي هو مستقبل البحرية، شخص يعرف متى يقاتل ومتى ينسحب ويوقف القتال. وشكرا انه شانكس اتدخل وقتها ولا كان كوبي افلح. شفنا قارب قاعد يدور على مستقبل بحرية ثاني. يعني حتى لو فاكرين شانكس لما اتدخل في المارين فورد ووقف أكاينو وانهى الحرب ايش قال؟ قال بالحرف الواحد: اللحظات الشجاعة التي صنعتها الان، يقصد كوبي، والتي كنت مستعدا للتضحية بنفسك لاجلها راح تغير مستقبل هذا العالم. فمستقبل البحرية يا جماعة هو كوبي. دور كوبي في المارين فورد ما كان سهل ابدا. لكم ان تتخيلوا كم في شخص من البحريه لما شاف شجاعه كوبي قدام أكاينو ويحاول فيه يوقف الحرب وينهي هذاك القتال. فمستقبل البحريه يا جماعه هو كوبي مثل ما قلنا، وان شاء الله رهان قارب عليه ان شاء الله ما يروح هباء منثور. المشكله واللي انا خايف منه انه الى الان ما شفنا شيء كثير من كوبي. اوكي جالسين نشوف قناعات متزنه، جالسين نشوف منه عداله نظيفه واخلاقيه، بس في ساحه المعركه، في ساحه المعركه ورينا ايش قاعد تسوي يا كوبي، ورينا شغلك في ساحه المعركه، ورينا الملاطم. في النهايه انت مش مجرد جندي بحريه، انت تلميذ بطل البحريه قارب. انت الشخص اللي قارب مستعد يضحي بحياته لاجلك، سوي شيء في الميدان. انا اسف طولت في موضوع قارب وكوبي، ولكن صدقوني يا جماعة كوبي شخصية مهمة مهمة جدا، وكل ما له يبان أثر وأهميتها معايا كل ما تجي فصول جديدة تتكلم عن هذا الحدث. فخلونا نروح للي بعده. اليوم يا جماعة شفنا تقريبا أول ظهور قتالي لأحد أتباع اللحية السوداء اللي اسمه فاسكو إذا ما خاب ظني، واللي ماكل فاكهة الخمر أو فاكهة السكرة شيء زي كذا، خمر سكر كل واحد. أنا
اول ما شفتك قلت يا ولد ايش يستهبل هذا؟ فاكهه الخمر ايش بتسوي فاكهه الخمر يعني؟ يخلي الناس يسكرون؟ اوكي اذا خليت الناس سكرانين معناته ان عندك القدره انك تهزمهم، بس اوكي يعني ايش الفاكهه ذي؟ ما جاء في بالي انه ممكن يكون لها استخدامات ثانيه. فعموما احد قدرات فاسكو هو انه يشرب الخمر، الظاهر يطلع شراره كذا من يده بولاعه ايا كان، لكن كان مسوي كذا ويخرج الخمر بحكم انه يعني مشروب كيماوي، يتولع ويتفاعل مع النيران ويصير نار وكانه ينفث لهب من فمه. واللي كانت ضربه قويه سددها تجاه قارب، ولكن قارب مسك الجنود حقين القراصنه او قراصنه تيتش وقام يصد الضربات فيهم والنيران فيهم حولهم الى فحم. في نفس المشهد هذا يا جماعه بعد ما قارب جلس يلطم حقين البحريه ويصد النيران تبع فاسكو، في جمله مره مثيره للاهتمام قالوها اتباع تيتش او القراصنه اللي موجودين في جزيره القراصنه. الجمله هذه يا جماعه توريكم مدى تسلط وجبروت تيتش على القراصنه هذولي. تيتش مره مرعب، احنا كل اللي شفناه منه شويه لقطات، باقي ما شفنا الرعب اللي مسببه تيتش لاتباعه. يعني تخيل بالله، تخيل انك جالس تقاتل البحريه وبطل البحريه قارب قدامك وجالس يلكمك ويلكم الرايح والجاي وهبد وجالكسي امباكت وكل شيء، انت كانسان طبيعي كقرصان طبيعي وقتها ايش بتفكر؟ انا بموت ولا بعيش في دي الحرب ولا لا؟ ما راح تشيل هم اي شيء ثاني. هيا تخيل انه قراصنه تيتش في وسط المعمعه ذي والتبقيس والحفله ذي ايش كانوا شايلين هم؟ ايش شايلين هم تيتش؟ ايش بيسوي فينا تيتش لو جاء وشاف الجزيره مكسره؟ يا ابويا قدامك بطل البحريه. لا تيتش مرعب اكثر. يا ولد بطل البحريه قاعد يخبز فيكم هنا ويهبد في الرايح والجاي، نخاف من تيتش اكثر. متصورين كميه الرعب اللي مسببها لهم تيتش؟ الناس جالسه تنخبز رايحه وجايه وهذول خايفين من تيتش، بدل ما يشيلوا هم الحاضر اللي قدامهم الحين، لا شايلين هم المستقبل اللي باقي ما جاء. رعب يخليك تقلق من المستقبل اكثر من الحاضر. احا احا يا تيتش، ايش هذا؟ ايش ام الرعب اللي مسببه لاتباعك يا رجل؟ بس والله يا جماعه قارب، والله قارب في فصل اليوم والفصل 80 او 1080 اقسم بالله قاعد يطربني يا جماعه الخير. قارب بطل، قارب بطل، قارب شخصية مرة قوية يا رجل، شغال خبز في الرايح والجاي، إرادة تديته شع من عينيه وضحكته. الله يطمنا عليك يا قارب، بس الله يطمنا عليك. طيب يا جماعة خلونا نرجع ورا شوية لكلام قلناه بخصوص بطل البحرية ومستقبل البحرية، شغلتكم أنا عارف. في هذه اللحظة قارب إيش قال؟ بعد ما خلاص شاف إنه الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة ولكن المواطنين والمساجين ركبوا للسفينة، قالك خلاص انسحاب انسحاب، انقذنا كوبي، انقذنا المواطنين، يلا بينا مشينا، ما عاد لنا اي شيء هنا. وهذا هو الكلام اللي المفروض يطلع من بطل البحريه ومستقبل البحريه يا جماعه. قارب ما اخذته العزه بالاثم، قارب يعرف متى ينسحب ويعرف متى يقاتل، يعرف قيمه حياه البشر اللي حوالينه اللي جالسين يقاتلون تحت امرته. انا اسف لكل محبين اكاينو بيزعلوا مني، بس لو اكاينو كان موجود هنا صدقوني كان مكنهم قتال 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 قتال، ما عليه في اللي معاه، ماتوا ماتوا عاشوا عاشوا في حريقه، بيمكنهم قتال لين ياذن، يمكن يموت كمان ما عنده مشكله. هي قناعات وشخصيات وعادي، هذه شخصية وهذه مبادئها، ولكن لما نتكلم عن قارب، قارب يعرف متى يقاتل ومتى ينسحب، وهذه صفة جدا مهمة في القادة. ومع ذلك قارب ما عنده أي منصب ولا يبغى أي منصب، لأنه عنده حاجة في نفسه الله أعلم ايش هي. بعد كذا يا جماعة أحب أقول لكم هنيئا هنيئا لكل متابع ولكل صانع محتوى اللي قدر أنه يتوقع قدوم هذا الحدث بهذا التفصيل الدقيق. أنا والله مش فاكر يا جماعة، هو ماجد العامر واحد من فريقي آي شو، ماني قادر أفتكر، بس في اجتماع، في جلسة نقاش كنا جالسين فيها، في واحد قال انه قارب راح يتم طعنه بواسطة مين؟ بواسطة شيريو المطر وهو مستخدم فاكهة الاختفاء وغدرا. ماني فاكر مين اللي قالها، ولكن اكتبوا لي في التعليقات، لكن اهني على التوقع الدقيق هذا. اوكي انا كنت متوقع انه قارب قد تكون نهايته في هذا المكان او في هذه الجزيرة، ولكن ما كنت متوقع ابدا انه قارب ممكن يفقد السيطرة على تحكمه بالهاكي او هاكي التصلب وينطعن بكل سهولة. ولكن اعتقد بسبب انه قارب قدر يتنبأ بهجوم شيريو المطر في اللحظة الاخيرة، ما قدر انه يستخدم هاكي التصلب في نفس الوقت، او انه شيريو المطر شخصية مرة قوية وقدر فعلا انه يخترق هاكي التصلب تبع قارب ويطعنه بكل سهولة. قارب قدر يتنبأ بهجوم شيريو على كوبي ونط وضحى بنفسه علشان كوبي مستقبل البحرية ما يصير له شيء. وتلوموني لما اجلس اتكلم عن كوبي كثير، قارب جالس يسوي اشياء كثيرة عن كوبي، قارب مستعد يموت علشان كوبي، علشان تعرفون ان كوبي مش شخصيه سهله. والله ترى انا ما كنت احب كوبي، ولا مو ما احبه يعني، بس شخصيه عاديه ما تعني لي شيء،
بس بعد الفصل هذا بالتحديد والله كوبي يا جماعة من الشخصيات المهمة، شخصية راح يكون لها أثر كبير في القصة وتذكروا كلامي. عموما جارب ضحى بنفسه لأجل كوبي، والحمد لله إنها ما كانت ضربة قاضية، لأنه لو جارب مات بذي الطريقة الغبية المستفزة هي بتخدم فكرة الغدر والخيانة اللي موجودة أو يتسمون فيها قراصنة تيتش، بس بيكون الحدث نايم. طعنة واحدة يموت جارب ليه؟ بطل البحرية اللي قاتل في الجاد فالي، بطل البحرية اللي يشق الرايح والجاي يموت بذي البساطة؟ لا معلش، فالحمد لله إنه ما مات ولا شفناه ميت صريح. أنا ما عندي مشكلة، دقيقة أنا ما عندي مشكلة إنه جارب يموت ترى، أوكي العكس بيكون له أثر كبير جدا على شخصية كوبي، وربما تتضاعف رغبة الانتقام لدى لوفي من تيتش لما يعرف انه كمان احد اتباعه هو اللي قتل جد جارب. ولكن ما علينا من لوفي الحين، خلونا نركز على كوبي. لو مات جارب في هذه المعركة كوبي راح يتحول لشخصية اخرى تماما لا محالة، زي لما مات ايس شفنا لوفي تحول لشخصية اخرى تماما بعد ما رجع لنا من السنتين وشوفنا كيف الولد صار متمكن وقوي اللعنة. فلو مات جارب كوبي راح يحرص اشد الحرص انه يصير اقوى انتقاما وتشريفا لمعلمه جارب اللي ضحى بحياته علشانه. ولكن مثل ما قلت لكم ما اعتقد انه نهاية جارب راح تكون بهذا الشكل، راح ينتهي دوره يوما ما، اي نعم هذه ما فيها كلام، من الجيل القديم، كل اللي في الجيل القديم قاعدين يختفوا حبة حبة، روجر افلح، اللحية البيضة افلح، كايدو افلح، بيج مام افلح، الجيل القديم قاعد يشوتهم اودا بشكل تدريجي، وهذا الصح ترى، خلاص يقعدوا عايشين زمنهم وزمن غيرهم، خلاص اتركوا فرصة للدم الجديد يشوفوا شغلهم. فجارب قد يموت، هذه واردة جدا، بس مش الحين، ممكن في الفصل الجاي اللي بعده في هذا الحدث او في غيره، لكن جارب راح يودع لا محالة. انا اسف والله انا احب جارب، لا تحسبوني اقول الكلام ده انا مبسوط، انا مرة حزين لو انه يا رجل راح ابكي يمكن لو جارب مات، بس انا اتكلم في سياق القصة، موت جارب راح يخدم القصة بشكل مرة ممتاز. بس والله يا جماعة اكرر، اللي عمله جارب في فصل اليوم شيء فعلا يخليك تفتخر بهذه الشخصية، واي شخص مشبح لجارب ومطبل لجارب اقسم بالله الفريمات اللي شفتها الجارب في هذا الفصل، هنيئا لك يا رجل، هنيئا لكم رؤية هذا الإنسان بعز، يعني ما بقول في عز قوته، آدمي كبير في السن ومع ذلك قاعد يقدم دور شخصية شابة، يلطم ويلكم وينقذ يا أقسم بالله جارب أنا أحترمه وأقدره، صح أني عندي كذا كره بسيط تجاهه بسبب اللي سواه في المارين فورد، بس في نفس الوقت أقسم بالله أحترمه، شخصية رائعة، شخصية قوية، شخصية فعلا تحس انها تفرض احترامها، شخصية حرة، لكم ان تتخيلوا انه في واحد يشتغل في البحرية ومع ذلك حر يسوي اللي في راسه. عموما كل اللي سواه جارب واللي بيسويه مستقبلا انا اثني عليه، ولكن 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 انا متوقع من كوبي الكثير، انا متوقع من كوبي شيء كثير جدا، اودا الان بهذا الحدث جالس يخليني اتوقع من كوبي كثير، على انه شخصية كوبي تميل للطف كذا والمبتسم دائما والكيوت، بس اتمنى يجي اليوم اللي اشوف فيه كوبي بشكل مختلف، كوبي لازم يصير له شيء يقلب شخصيته رأسا على عقب، موت جارب، تضحية جارب، ايا كان كوبي أوعدكم يوما ما راح نشوفه بشكل مختلف ما فيها كلام، وراح تستبدل ملامحه اللطيفة بملامح أكثر جدية وحزما، والقوة اللي راح يصل لها كوبي يوما ما راح تكون قوة فعلا تليق بشخص يحمل اسم مستقبل البحرية، مثل ما شفنا أوكيجي اليوم، وقوة أوكيجي الرهيبة اللي شفناها اليوم وزمان، واللي هو برضه كان تلميذ لبطل البحرية جارب. يا عمي غير كذا حاجة ثانية تخليك يعني تحترم جارب زيادة، جارب اليوم لما ضحى بنفسه وانطعن بواسطة شيري المطر ما حب يخلي كوبي يحس بشعور سيء أو يخليه يحس بالذنب، كوبي يقول له انت انقذتني ضحيت بنفسك علشاني، جارب رد عليه قال له انطمر، هو أصلا كذا ولا كذا شيري المطر كان قاعد يستهدفني، مش أنا ما ضحيت بنفسي علشانك يا العنقلة. شايفين قديش جارب عظيم، شايفين قديش جارب شخصية رائعة يا جماعة. وتعقيبا يا جماعة على دهاء وخبث شيريو المطر واللي ينعكس مباشرة على قيم ومبادئ طاقم تيتش، شايفين القتال كمله؟ الغالب انه له فترة ساعة ساعتين ثلاث ساعات الله اعلم كملهم قاعدين يتقاتلوا في هذه الجزيرة، ومع ذلك شيريو المطر كان متخفي ماسك سيفه ومتخفي، على انه قوي ابن الكلب يقدر يظهر وما يستخدم فاكهة التخفي، بس خبث غدر هم كذا طاقم تيتش، قراصنة حقيقيين، ناس تطيح في البحر، ناس تغرق، ناس تموت، ناس تعيش، وشيريو المطر متخفي عليه من الله ما يستحق، من بداية القتال ينتظر اللحظة المناسبة اللي يهجم فيها، وهجم بالفعل في الوقت المناسب، يقلع أم الخبث، يمكن حتى هجومه على كوبي كان بالعنية علشان جارب يتدخل ويطعن جارب، شياطين خبثاء، خبث خبث مش طبيعي في هذا الطاقم يا لطيف. وتعقيبا كمان يا جماعة على خبث وقذارة وغدر تيتش المجرم
اللي ما حد داري ايش يبغى الى الان. لكم ان تتخيلوا انه جالس يسرق فواكه الشيطان وجالس يخطف بشر، وما يخطف اي بشر، لا يخطف كوبي، يخطف بودينج اللي عنده ثلاث عيون اللي ممكن عندها القدره على سماع كل شيء، وعنده طاقم حقيرين بلا مبادئ وبلا اخلاق. كمان فوق هذا كله كان حريص جدا انه المقر جزيرته اللي هو عايش فيها جزيره القراصنه يخلي واحد يتحكم في ذي الجزيره، الجزيره بكبرها تابعة لتيتش. تيتش جاب لك فاكهة التخفي، فاكهة كذا تخفي اختفي واطعن، حرفيا الفاكهة ذي وظيفتها الغدر كذا، فاكهة تصلح للغدر. وجاب لك فاكهة الكيوبي، فاكهة تخليك تتحول وتغير شكلك وتغدر بالناس. اللي لكم ان تتخيلوا الكيوبي ذي ايش تقدر تسوي، تقدر تدخل لين عند ايمو سما تاخذ شكل الجيروسي وتقتل ايمو سما، مش بالبساطة دي بس، شايفين كيف تقدر توظفها بالغدر بشكل مرة رهيب مخيف. ما هو رهيب عنه كلمة رهيب يعني من الرهبة. وكمان ختمها وجاب لك جزيرة، فاكهة جزيرة جزيرة، واحد أكلها من طاقمه وصار هو الجزيرة بكبرها. يقلع أم يا عيال، تيتش خطير، تيتش خطير. بعد كذا يا جماعة ظهرت مكافأة قارب اللي سووها أو اللي طلعت بواسطة نقابة الصليب، واللي هي ثلاثة تيجان. أنا مش مصدوم، بالعكس كنت متوقع أكثر صراحة، بس كلكم عارفين البحرية ميزانيتهم كبيرة، نقابة الصليب ميزانيتهم محدودة يعني إلى حد كبير، بالرغم من أنه ينكل عالم السفلي يدعموهم، ولكن حكومة العالم معاها فلوس أكثر، هذه ما فيها كلام. فلو كان قارب قرصان أنا متأكد جائزته أو الباونت اللي على راسه ما تقل عن 4 مليار، إذا ما كانت حوالي 5 مليار كمان. في النهاية احنا نتكلم عن واحد مخضرم، واحد معضل، مش أي شيء. فثلاثة مليار ما صدمتني صراحة، أوكي صدمتني شوية بس كنت متوقع أكثر عارفين. بعد كذا يا جماعة عندنا تدخل رهيب ومشهد فخم جدا من أوكيجي لما طعن قارب، خرج السيف وضرب شيريو وسدح شيريو، القراصنة قاموا يتجمعوا، يلا قارب صار أضعف خلونا نهجم عليها الآن. نط أوكيجي في السماء وقام كذا يجري وقال هي انت وياه، والله العظيم لو تربطون قارب بيده ورجلينه ما راح يكون عندكم القدرة انكم تقتلوه، مش اي احد يقدر يقتل قارب، وهذه شهادة من تلميذ المعلم قارب أوكيجي. وبعدها تقريبا مباشرة عرفنا الفرق ما بين قوة أوكيجي وما بين قوة قارب. أوكيجي في عز شبابه وفي عز قوته، وقارب شايب وخلاص يعني تقريبا نقص من قوته 25%، ومع ذلك قارب كان أقوى. ما فهمتني، أوكي قارب يستخدم هاكي التصلب فقط، هاكي التصلب على يده والهاكي الملكي أو التغليف الملكي، حلو. أوكيجي علشان يقدر يرد الضربة بشكل كويس ويخلي قارب يتأثر، غلف يده بالهاكي أو هاكي التصلب ويمكن كمان الملكي، لأننا شفنا تصادم ملكي، ومع ذلك استخدم تقنية اسمها آيس جلوف أو آيس أو القفاز الجليدي. الزحمة دي كلها سواها في يده علشان يقدر يرد الضربة لقارب. شايفين الفرق بين قوة الاثنين ذولي؟ أنا قاعد أقول الكلام ده لأنه في ناس قالوا أوه قارب وأوكيجي نفس القوة، لا لا مش نفس القوة، قارب أقوى، قارب أقوى وبكثير كمان. هذا هو مو في عز شباب وقيده شيبة، هاكي تصلب شوية هاكي ملك وفوقها كمان قفاز جليدي، ويا الله قدر يضرب قارب، وقارب مصاب مطعون، صدقوني لو مو مطعون كان رن لك أوكيجي مرة ثانية ودفنه في الأرض. هنا نعرف الفرق بين التلميذ المعلم. انا والله بس زعلان وحزين، كيف هان عليك يا اوكيجي، كيف هان عليك يا اوكيجي انك تضرب معلمك واستاذك بهذه الطريقه. والله لما تفكر كذا فيها من جانب درامي بتتاثر، ترى الصح انك تتاثر، ترى عادي ما في اي شيء. لكن اللحظه اللي طرحت فيها هذا السؤال جاب بالي سؤال ثاني، خلي السؤال الاول ذا، ليش اوكيجي يضرب قارب؟ لا مش هذا السؤال الصح، السؤال الصح ليش اوكيجي طلع من البحريه؟ ايش يعرف اوكيجي عن البحريه؟ ليش ينضم لتيتش؟ ليش مستعد في النهاية يقتل معلم؟ وأعتقد والله أعلم يا جماعة أنه الإجابة على هذا السؤال بتكون بسيطة جدا، وإن كان ما عندي جواب واضح يعني، ولكن أوكيجي عنده هدف أسمى وأكبر، عنده كذا الغاية الأهم أو الغاية الكبرى، وللأسف الغاية الكبرى والهدف الأكبر هذا مغلف بعبارة الغاية تبرر الوسيلة. كلنا نعرف أي شخص يمشي على الغاية تبرر الوسيلة راح يسوي الطيط والبطيط علشان يحقق هدف، اقتل معلمي ولا اقتل امي ولا ابوي، الله اعلم ايش بيسوي من مصايب اوكيجي، ينضم لتيتش ولا ما ينضم لتيتش، ينسحب من البحريه، الغايه تبرر الوسيله عند اوكيجي. ايش هي الغايه؟ الله اعلم. ايش هي الوسيله اللي بيستخدمها؟ بيسوي اشياء كثيره. هل اوكيجي عميل لدى الثوار؟ ارسلوا دراغون علشان يوصل الى منصب ادميرال، ولما فشل في انه يصير ادميرال طالب منه دراغون انه ينسحب من البحريه وينضم لتيتش برضو لغايه اخرى. كل شيء جايز في عالم اودا يا جماعه، لا تضحك، لا تضحك، كل شيء جايز في عالم اودا، كل هبده في عالم اودا قد يظهر لها قيمه في المستقبل، لا تشيل هم الا لو تم اثبات العكس يعني والله اعلم. لانه لو تفكروا فيها من مصلحه
الثوار من مصلحتهم انه يكون عندهم عميل داخل البحرية، مرة من مصلحتهم، وبالعكس واردة جدا. وهذا الفكر الثوري والجاسوسي اصلا يقول كذا، ممكن يكون عند الجيش الثوري عملاء داخل البحرية، ممكن يكون عند الجيش الثوري عملاء داخل قراصنة تيتش، ليش لا؟ مثل ما كان عندهم العميل اللي اول في تشيبوكاي اللي هو كوما، طبيعي جدا وارد. فكروا في كلامي هذا، وكل ما تفكروا فيه اكثر ترى بيصير منطقي اكثر مع الوقت. والله جد، والله ماني قاعد اهبد، والله فكر فيها فكر. يا رب كلامي يطلع صح في المستقبل يا رب، واجي اشغلك هنا. اوف طبعا لحظه يا وجيه، ايه بتقوله يا وجيه؟ قارب بنفسه قال لأوكيجي في المستقبل انه ابنه دراغون صار ثوري، معناته انه لحظه انضمام أوكيجي للبحريه دراغون وقتها ما صار من الثوار اصلا، كيف وظفه اصلا؟ كلام جميل ممتاز، اتفق معاك. وبقول لك بكل بساطه عادي، مش بالضروري أوكيجي يكون من لحظه انضمامه للبحريه كان من الثوار، لا، ممكن بعد حادثه اوهارا قرر انه يصير من الثوار لما شاف بطش حكومه العالم وظلمها للبشر واستعبادهم واستبدادهم وقتلهم بكل دم بارد. أوكيجي لما قرر يصير ادميرال، من اللي وقف في طريقه؟ اكاينو اللي دمر اوهارا بكل دم بارد، ولما شاف انه هذا بيوقف في طريقه وقال خلاص خربت الخطة، دور خطة ثانية. ايش خطة بايا دراغون؟ انضم لتيتش، اوكي ليتس جو. فاعتقد والله اعلم، بحكم انه دراغون كان موجود في اوهارا بعدين بعد الدمار وتقابل مع فيجا بانك، اعتقد كمان انه قابل أوكيجي هناك واخذ وعطى معاه وشاف أوكيجي الفكرة الثوري والهدف من الثورة وقال له انا بنضم معاكم وراح اظل جاسوس لكم داخل البحرية. شفتوا كيف؟ والله منطقية منطقية، واردة مش واردة بس والله منطقية. وفي ذيك اللحظة بعد تدمير أوهارا اجتمع دراغون وفيجا بانك، ماني عارف ايش دخل فيجا بانك بس لانهم كانوا في نفس اللحظة، وأوكيجي وانضم للثوار. لاني مثل ما قلت لكم أوكيجي مستحيل يقلب على البحرية لسبب تافه ابدا، لازم أوكيجي يكون عنده سبب كبير ومقنع جدا يخليه يسوي هذه الاشياء كلها، ومن ضمنها انه يقاتل معلمه واستاذه قارب، لانه حادثة أوهارا لو فاكرين كان لها اثر كبير على شخصية أوكيجي. المصايب والدمار اللي صار في أوهارا شفنا كيف ملامح أوكيجي وقتها، شفنا الغبنة، شفنا القهر، وكأنه قاعد يقول هذه البحرية اللي أنا قاعد أشتغل معاها، هذه العدالة اللي أنا جالس أخدمها، تقتل الأبرياء فقط لأنهم عرفوا معلومات. نجي للبقعة الأخيرة يا جماعة، البقعة الأخيرة دي راح نقسمها إلى قسمين سريعين. البقعة الأولى إيش راح يصير أو إيش راح يكون مصير سفينة قارب اللي هربوا فيها المساجين والمواطنين وما إلى ذلك، هل راح تتدمر أو هل راح تتمكن من الفرار؟ والبقعة اللي بعدها أو البقعة الثانية إيش راح يكون مصير قارب وكوبي وهلميبو والرابع ذاك اللي نسيت اسمه اللي ماكل فاكهة الطين عبده مش قادر يتخطى. في ناس في الجزيرة، قارب واللي معاه في الجزيرة، والباقيين ركبوا السفينة وقاعدين يحاولوا يهربوا. الفريم الأخير في الفصل يقول لك إنه في بطشة يد كبيرة نازلة على سفينة قارب اللي فيها، وانتهى الفصل تقريبا على هذا الفريم، وقارب يقول العدالة سوف تسود أو العدل سوف يسود. ولكن كلنا عارفين إنه خبطة اليد هذه اللي جاية من الجزيرة بنسبة مرة كبيرة تقول لك إنه في تدخل راح يصير في اللحظة الأخيرة. الفريم يقول إنه في تدخل قادم وبنسبة جدا كبيرة، مش أكيد ولكن بنسبة جدا كبيرة. أودا لو السفينة بيصير لها شيء كان أنهى الفصل عليها، كان خبزها وأنهى الفصل، ترك اليد في الجو والسفينة عالقة. تتدمر السفينة؟ ما تتدمر؟ لا ما راح تتدمر، راح يكون في تدخل يوقف هذه اليد. ولكن السؤال الأهم، مين اللي راح يوقف البطشة الكبيرة هذه؟ مين؟ في مجموعة تحريات كثيرة، وهذه للأمانة مش تحرياتي أنا، هذه التحريات قرأتها اليوم وإحنا قاعدين نقرأ الفصل من المتابعين الله يعطيهم العافية، وسامحوني مش قادر أفتكر أسماءكم كلكم، ولكن للأمانة نظرياتكم وبطرحها. في ناس قالت ممكن قارب في اللحظة الأخيرة يروح يرمي السفينة زي ما رماها في البداية ودخلوا على الجزيرة، أي نعم وارد ولكن بنسبة جدا ضئيلة، كون قارب مرة تعبان ومعطوب. وفي ناس حطوها في المجهول، قال لك يا ابويا لازم يكون في تدخل، وأنا أحدهم، لازم يكون في تدخل من مصدر مجهول، من شخص مجهول الله أعلم. واحد المتابعين قال لك لا، ممكن نشوف صاحب الجرح الناري فجأة كذا، يعني يطلع كذا واحد معضل ويجي يسجل دخول في هذا الفصل، ممكن في الفصل القادم يعني، ممكن واردة بس بنسبة يا واد مرة يا واد قدي كذا، يلا يلا شوفها. وفي ناس قالت لا موريا، انتوا نسيتوا انه موريا موجود هنا في الجزيرة ولا لا؟ ممكن يشفط ام الظلال كذا ويصير ضخم ويمسك ام اليد. بس ليش يسويها موريا؟ السؤال ليش يسويها موريا؟ انها موريا قرصان قذر، لو جات الفرصة يفقع بياخذ طاقم ويمشي ويعود للانتقام لاحقا. وفي واحد من المتابعين شطح يا واد بنت 66 شطحة، قال لك كاتاكوري شو اسلم، كاتاكوري يجي علشان ينقذ اخته بودينج، يوقف اليد. ممكن يتدخل بس مش دخلها في توقيفة اليد، ما اتوقع انه قال توقيفة اليد، يعني ممكن نشوف تدخل لكاتاكوري. بس احب اقول لك انا اسف بس يا واد توقعك
ما ينشاف. هذاك كان يدوب ينشاف، هذا ما ينشاف. كتاكوري وش بيجيب امه الا لو اودا حب يشطح كذا شطحه يصدع فينا، وتش زوارد يعني اودا يحب يشطح اصلا. عموما يا جماعه في تحريات كثيره، الفصل هذا مره دسم. انت بس اعرف ايش الشخصيات اللي موجوده داخل الفصل، صدقني راح تبني تحريات وسيناريوهات لا نهائيه لا نهائيه. بعضها قد يكون منطقي وبعضها غير منطقي، بس فكر كذا تحلل يوه بتفل. وبالمناسبه اكتبوا لي تحرياتكم في التعليقات، انا بقراها الى ان تنزل تسريبات الفصل القادم وبسحب عليكم. ما اقدر اقرا تسريبات حيح. ولكن وتحليلي يقول أسوأ الإيمان إنه السفينة راح تتدمر. هذا أسوأ الإيمان، أسوأ الإيمان إنه السفينة تتدمر، سفينة قارب تتدمر باللي فيها، ويظل قارب داخل الجزيرة هو وكوبي وفيليميبو أو هيليميبو والرابع اللي معه أو اللي ماكل فاكهة الطين. ولكن برضه التصور اللي أحسه مقنع إلى حد ما، واللي قدرت أطلع فيه من وجهة نظري، في اللحظة اللي تيجي اليد نازلة على السفينة، أوكيجي يستخدم تقنية آيس إيج أو العصر الجليدي ويجمد الجزيرة باللي فيها، وكلنا عارفين أن أوكيجي قادر على ذلك. جمد بحر محيط تقريبا، جمده، جمد أشياء كثيرة في المارين فورد. ذيك اللحظة يسمح لسفينة قارب أنها تهرب، ويحصل حوار بينه وبين قارب، ويطلب قارب بعدها من أوكيجي أنه يسمح لكوبي وفيليميبو أو هيليميبو والرابع اللي معاهم انهم يروحوا في السفينة، ويظل قارب موجود على هذيك الجزيرة يقاتل حتى يموت. وكوبي في ظهر السفينة يقول يا قارب وربي ما انساها، صدقني راح اصير اقوى. دراما وين يا وجي، دراما هندية ايش قاعد تقول انت؟ لا يعني بس في سيناريو وارد زي كذا، اوكيجي يجمد الجزيرة ويسمح لهم انهم يهربوا، وبعدين يفك التجميد يقول ايش اللي صار، اسكت صارت حفلة طويلة وقارب بغى يفصل علينا، ويسمح لهم يهربوا. جايز الله أعلم. ولكن أنا ما زلت مؤمن، وختاما أنا ما زلت مؤمن إنه قارب قد يموت في هذه المعركة، في مرحلة ما قد يموت. قارب يقول إنه العدل سوف يسود، أحب أقول لك يا قارب إنه العدل سوف يسود. العدل إنه اللي عاش حياته أدى واجبه على أكمل وجه، ما فيش أعدل من إنه ينتهي به المطاف ميتا وهو يؤدي واجبه بكل فخر وعزة. ما فيش أعدل من إنه يموت وهو يحاول أو وهو يوفر فرصة لمن بعده أو للجيل الجديد، ويعطيهم فرصة للنجاة والتطور بحيث يأخذوا فرصتهم في المستقبل ويصبحون أقوى وأفضل. سيناريو معطوب، هبدي مش عاجبك اكتب لي سيناريو بديل أفضل منه في التعليقات يا عبدو أفضل أنت. أعطيكم العافية يا جماعة، لهنا نكون وصلنا لنهاية المراجعة. كان معاكم الوجيه، أبولنا لايك، لايك للفيديو لو أعجبكم علشان برضو إيش الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد، كل الأشياء راح تلاقوها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.